السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غادي نحاول إن شاء الله أن أعمل معكم السامبل والذي نشتغله بهذا اللون، لأن غالية قالت أن هذا اللون لا يشتغل في قصاب خاصتها. ونبدأ على بركة الله. يجب أولا التأكد من أن هذه الأجزاء متقابلة مع بعضها البعض بهذه الطريقة، المانيفاي لفوق. التأكد من الاشتغال أولا بهذه ثم تغييرها للون الأسود، أن تكون دائما السامبل نشتغله بأن هنا سي ومن هنا أن سي نفس الشيء. نشتغل أولا برقم صغير مثلا 3 ومن هنا 3، دائما الاشتغال من هنا وهنا بنفس الشكل. هذه يجب أن تكون جميعها فوق. الكونتور يجب أن يكون على الصفر. كل الإبر في مكانها، جميع الإبر في مكانها. التأكد من أن كل شيء مضبوط في العمل، لأننا فقط نعطي للماكينة برمجة. ونبدأ أولا بالحاشية ضرورية في السامبل ثم التغيير للسامبل. مثلا نأخذ واحد أبسط حاشية أو ليكوت، ومن الجهة الأخرى مقابل الإبر دائما يجب أن تكون في شكل كروازي مع بعضها البعض. وبما أننا بدأنا من هنا ننتهي من هنا ليكون العمل جيد. ونبدأ على بركة الله، نشتغل 20 سطر. نشتغل 20 سطر ثم نقوم بوضع ما يثقل العمل لتحت. نضع هاته لإتقال العمل لتحت، ضروري ومؤكد قبل التغيير، قبل العمل بالسامبل. لكن قبل استعمال هذه يجب أن نقلب العمل بكامله للسامبل. لاحظوا العمل هنا بشكل متوازي، وبالتالي لتغييره للسامبل يجب قلب الإبر لتكون متقابلة مع بعضها البعض، قلب المانيفاي لتكون الإبر متقابلة مع بعضها البعض، أو أننا سنتركها بهذا الشكل ثم ملء الفراغات، أفضل لأننا لم نأخذ الأعين بكاملها، لأننا اشتغلنا بواحد. نترك العمل كما هو وملء الفراغات. وكل إبرة من الجهة الأخرى نعيدها لمكانها بهذه الطريقة. يجب الاشتغال بهذه الإبرة ذات الأعين من الجهتين، يجب الاشتغال بهذه الإبرة بهذا الشكل. ثم وضع ما يثقل العمل، ثم تغيير من البرتقالي للأسود. لا بد من المرور بالحاشية، مستحيل أن نشتغل السامبل مباشرة وأن نشتغل بالأسود مباشرة. نتأكد أن كل الإبر من الناحية الأخرى أعدناها لمكانها، والإبر من هنا اشتغلناها جميعها، أصبحت بهذا الشكل، واحدة بجانب الأخرى. هو هذا السامبل.
ثم نضع ما يتقل العمل من الأسفل. يمكن أن نعيد المانيفاي لمكانه اختياري فقط ليكون العمل دائما بشكل جيد فقط، لكن يمكن الاشتغال دون لمسه هذا فقط ليكون العمل يعني مرحلة بمرحلة وخطوة بخطوة يكون منظم. الآن نضع هاته أسفل العمل لإتقاله. لا نغير هذه الأرقام إلا بعد سطر من العمل هكذا، ثم نذهب لأربعة ثم نذهب لرقم أكبر خمسة، يعني بالتتابع ولا نغير مثلا من ثلاثة لخمسة مباشرة. لا يتم العمل غالبا يضيع. ونستغل السامبل بكامل البساطة. بسم الله وعلى الله توكلنا. وأكملنا القطعة. دائما ابدأوا بقطعة صغيرة سواء في الباترونات سواء في شغل التريكو، دائما ابدأوا بقطعة صغيرة ثم إلى قطع كبيرة. لا تبدأوا بقطعة كبيرة مباشرة وأنتم لم تتعلموا أصول العمل، ابدأوا بقطع. لاحظوا معي أول ما بدأت الاشتغال القطع، وللآن كلما وجدت عمل جديد إلا وأشتغل بهذه الطريقة. قطع قطع وأكتب عليها قطع. دائما نشتغل بهذا الشكل. سأريكم إن شاء الله كل هذه الأعمال بحول الله، حتى أننا بعض المرات نخطئ في الزواقة التي لدينا ونحصل على زواقة بشكل هكذا يأتي بالصدفة فلا يجيب أن نضيعها، نقوم بإلصاقها ووضع ما قمنا به. كل عمل نقوم به إلا ونضعه. الشال مثلا قمت بعمل هذا الشال، أقوم بتدوينه، قمت بهذا أقوم بتدوينه، قمت بكاسكيطة مثلا تدوينها، أي شيء أقوم به إلا وأقوم بتدوينه. دائما قمت بغلط أقوم بتدوينه مثلا، فيبقى لدينا ملف خاص بنا ولدي ملفات كثيرة جدا بهذا النوع. أي شيء قوموا بتدوينه، أي شيء. نزيل الثقالة، احذروا لأرجلكم. نقطع الخيط أو نكمل العمل هنا، يبقى لدينا الاختيار. الآن أنا قمت بقطعة فقط وأزيل عملي على بركة الله، وها هو السامبل كما ترون أمامكم. لا بد من هذه الحاشية للحصول على السامبل، لا بد من حاشية واحد أو اثنان أو أننا نملأ من هنا وهنا. سأريكم طرق كثيرة إن شاء الله. أتمنى أن يكون الشرح واضح. أي سؤال أو طلب ضعوه أسفل الفيديو، أقوم بقراءة جميع التعليقات وسأجيب عليها في هذه العطلة إن شاء الله. ضعوا طلباتكم أيضا أو الموديلات التي تريدون تشريحها في الفيسبوك جروب شهيوات خياطة وتريكو مع مونيا. في المستقبل إن شاء الله سأقوم بوضع باترونات مصورة لجميع الفيديوهات التي قمت بها عندي أصلا، لأني درستها سابقا، لكن الوقت شيئا ما ضيق، وإن شاء الله سأرتب أموري. إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في قناتي، علقوا ولو بكلمة، انشروا الفيديو للأصدقاء والأصحاب والأقارب، انشروا في جروبات تريكو في
في جروبات التريكو يحتاج العديد من النساء لماكينات باساب. إن تأخرت في الرد فكونوا على يقين أنني سأرد إن شاء الله. دمتم في حفظ الرحمن والسلام عليكم.